أستاذ محمد صباح الخير. صباح النور عليكم. أكيد سمعتنا وإحنا بنحكي عن التخلص من العادات السيئة أو أحياناً كسب العادات الجيدة. يمكن كثير منا بيواجه مشكلة لسبب عدم اعترافه بوجود المشكلة من الأساس. شو رأيك بالموضوع؟ ممتاز. طيب إحنا أنا لو مثلاً عندي عادة سلبية عاوز أغيرها في البداية، أول خطوة لازم أعترف بوجود الحاجة السلبية دي. صحيح. وده اسمه الإدراك. نعم. أول حاجة أكون مدرك العادة السلبية، مجرد ما أدركتها بعد ذلك حيبدأ وين؟ حيبدأ التغيير. حابدأ أسأل نفسي أنا ممكن أعمل شنو عشان أتخلص من العادة السلبية دي وأحولها إلى عادة إيجابية. حصل التغيير من بعد الإدراك أولا، التغيير ثانيا، ثالثا حيحصل التقدم والنمو. كده أنا حقدر أتقدم في حياتي، حقدر أنمو في حياتي. جميل جدا. على قصة العادات السيئة دعاء ومنا، بنلاحظ أنه في ناس بيقول لك انه العادات السيئه اوكي لازم الانسان يفوت لعقله الباطن مشان يعرف وين هالمشكله وكيف يلعب على تغييرها. اي بمعنى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. جميل الكلام. جميل. طيب نحن كخطوات ستيب باي ستيب كيف بدنا نمشي عليها او شو هي الخطوات الصحيحه؟ طيب تمام. انا مثلا عندي عاده سلبيه معينه، العاده السلبيه دي طبعا انا داير اتخلص منها صح. انا كل مره بمشي بطريقه تلقائيه بعمل العادة السلبية دي. ليه؟ لأنه هي مخزنة بعمق في عقلي الباطن. نعم. حلو؟ فبرجع أنا للعقل الباطن وباخذ العادة السلبية، بتخيل نفسي توقفت عن العادة السلبية دي تماما وأقوم أبدلها بعادة إيجابية. مثلا إنسان بيدخن يقوم يبدلها بعادة إيجابية، مثلا يشرب شاي أخضر، يشرب أي حاجة مشروب تاني، شوكولات كذا، يغير العادة السلبية. لازم يكون عندك بديل إذا تتخلص من شيء، لازم يكون في بديل. لازم يكون في بس بديل. في قصة تانية. نعم. بقى بتكون خارجة عن الإرادة أستاذ محمد. زي طيب. إيه؟ لما مثلا أنا أكون عندي ابن مربيه كويس جدا ومحترم وبيسمع كلام، بس راح المدرسة اختلط بمجموعة من الأطفال الآخرين واكتسب منهم بالضبط واكتسب منهم عادة سلبية. طبعا. أنا مش عايزة يكون معها، هقدر أحمي الطفل ده إزاي أو أقدر أن أنا أمنع اقتناعه بالعادة اللي اكتسبها حديثا دي إزاي؟ حلو ممتاز. أول حاجة بنشوف العقل الباطن ده بيتبرمج كيف. العقل الباطن أقوى الأوقات للبرمجة، العقل الباطن قبل النوم وأول ما إنسان يصحى من النوم. أنا بجي بشوف العادة السلبية بتاعت ولدي اللي هي ما عجباني دي، بقوم بجيب عكسها حاجة إيجابية. عكس الحاجة الإيجابية دي بجي بقوم بقولها لولدي قبل ما ينوم. مثلا أنت شاطر، أنت كذا، أنت إنسان ذكي. العادة السلبية بقوم بعكسها. حلو. مثلا العادة السلبية بيأكل وبيرمي الحاجات على الأرض. انت بترمي الحاجات في مكان معين، بترمي الحاجات في المكان المخصص بالحوار. تقصد يعني اتحاور مع السياسه قبل ما ينوم في حاله نعاس. طيب ليه انا احاور قبل ما ينوم في حاله نعاس؟ سمعتوا كلنا التنويم الايحاء والمغناطيس. هو طبعا ما فيه تنويم ولا اي حاجه، هو بس دخول في حاله من ما بين النوم وما بين اليقظه في حاله تاعت نعاس. دي بتفتح العقل الباطن لانه يستقبل اقتراحات جديده ويخزنها جواه وبيتبرمج بالتكرار. فأنا بجي عند طفلي الصغير بجي بقول له العادة الإيجابية الجديدة قبل ما ينوم، وتاني أول ما يصحى بقول له يا مثلا طفلي اسمه أحمد، يا أحمد أنت بتعمل كذا وكذا وكذا من الحالة الإيجابية. يعني حتى أواجهه بالأشياء الإيجابية اللي بيعملها وأقول له برافو مثلا، تقصد أكافئه. أيوة. أو أحفزه. أيوة. وبعدين عشان يتبرمج العقل الباطن بطريقة صحيحة ما بمنعه بقول له يا أحمد ما تعمل كده، لا بقول له يا أحمد أعمل كده اللي هي الحاجة الصح. لأن العقل الباطن ما بيعرف النفي، فما بدخل النفي. جميل. يعني في مقولة دائما بتشدني بخصوص التغيير أو يعني من التغيير السلبي للإيجابي. حلو. بيحكوا لك دعاء ومنا إنه التعليم في الصغر كنقش على الحق. يا سلام. هذا الكلام ونشبع على شيء شبع عليه. هذا الكلام جميل، ولكن احيانا لو بدنا نقيس الموضوع على منظورين مختلفين وجانبين، واحد فوق واحد تحت، شخص كبير وشخص صغير، هل مين الاسهل بالتغيير؟ هل الكبير ممكن يغير اسرع من الصغير؟ هل الصغير ممكن نحن ناسسه من صغير من هو صغير لبنة اساسيه وبعدين يطرا لنا ويطلع لنا مثلا شخص مكافح، شخص جيد ما عنده شغلات سلبيه؟ وين الاصعب وين الاسهل بالتعامل؟ طيب طبعا الطفل اسهل بكثير في التعامل، لانه الطفل لسه ما تكونت عنده مبادئ، عنده قيم، حتى الذات عنده لسه ما بقت عاليه. الذات اللي هي الان الايجو لسه عند الطفل ما بقت عاليه. لكن الناس مثلا شخص كبير ممكن يرفض الحاجه دي حسب عنده معتقدات ثانيه تكونت. مزبوط. لا ما عاوز. الصغير لسه معتقداته لسه يا دوب بدات تتكون يعني. صحيح.
فالصغير اسهل. طيب بس احيانا بنشوف انه مثلا في محاوله مننا احنا الكبار لتغيير مشكله عند الاخر او عاده سلبيه من عند الاخر، بنواجه يعني تعب في الموضوع او ارهاق، زي مثلا في بعض الحلول قالوا عليها انك انت تخليه يجرب شيء، يعني مثلا يا امجد اذا لمست الشيء ده هو سخن هيلسع اخر مره اسف فاسيبه يوقع بالغلط ليتعلم من نفسه يواجه الموضوع ده، ولا احوره ولا اقنعه بالادله؟ انا مع هاي النقطه منها، يمكن بحس انه اذا ما خليتيه يقتنع هو بنفسه، اذا انت ما كانت عندك القدره الكافيه انك تقنعيه او حاولتي تقنعيه وما اقتنع بكلامك، ممكن تخليه يجرب مع مراقبتك لإله، ممكن يتعلم من كيسه. احنا يعني ما تمسكوش الكهرباء، ما تلمسوش البوتاجاز، بالذات الاطفال. حلو. حتى الكبار كمان احيانا والله كتير ماما بتقول لي حاجات مثلا انتبهي من نقطه كذا وانا اعاند، الاقي اللي هي قالته كان صح، بس لازم اجرب بعد ما اتعلم. هي بتصير معنا عارفين وين؟ بركبه القهوه، امسك في الممسكه. لا لا ما عليك، بتحمل نمسك وعلى طول. ايه رايك استاذ محمد؟ طيب حلو. انا زي ما قلت لكم قبل شويه، الكبير عنده بس مشكله بتكون احيانا الايجو، هو بيكون عاوز يتغير ومرات بيكون عارف الصح لكن ما عاوز يتغير. ليه؟ الايجو متمنع، بيعاند ايوه، دي هي اللي بتخلي الانسان يعاند. الصغير يعني اقل من الكبير. حلو. فعشان كده انا اول حاجه في علم البرمجه اللغه العصبيه الان ال بي بعمل شنو؟ بعمل حاجه اول شيء بتقبله زي ما هو، بتقبل الناس كما هم بالغلط اللي فيهم، بتقبله كما هو. انا لما اتقبل الناس كما هم بشيل بيني وبين الشخص حواجز، لكن لما انا اكون ما متقبل الشخص ده بيكون في حواجز بينه وبينه. عشان كده بتقبله كما هو زي ما هو بالعاده بتاعته. ما في انسان كامل، بتقبل الناس بعيوبهم باخطائهم باي حاجه فيهم بتقبلهم. اتقبلته حيبدا ينفتح في اللاوعي بينه وبينه. ثاني حاجه، في حاجه اسمها المجاراة، في حاجة اسمها الإلفة. الإلفة دي شنو؟ أنا بصنع مع الزول ده إلفة. الإلفة إني يعني أحاكي نفس السلوك بتاعه، أخذ نفس المشاعر بتاعته، نفس المعتقدات بتاعته، يعني أحط نفسي مكانه. كويس؟ أنا حعمل شو؟ أحط نفسي مكانه، بعدين بجي بكلمه بالطريقة الثانية دي. يا أستاذ محمد على فكرة كلامك جميل، بتعرف ليش؟ بالنسبة للناس المتزوجين بمرحلة حديثة، أوكي؟ أحيانا بيتفاجأ الزوج والله عنده صفة مثلا بزوجته، أو الزوجة تكتشف صفة مثلا جديدة أول مرة تشوفها بزوجها، يي والله ما كنت بعرف إنك هيك، كيف أنت بتعمل هيك؟ فبصير مثل إنه أخذ رياكشن إنه لا نوقف شوي، تعال أنت كيف بتعمل هيك وأنت بتعمل هيك؟ فبصير في نفس اللي عدم توافق ما بين الزوجين. بالنسبة للمرحلة الحديثة أدي هذا الموضوع مهم، أنه عملية التفاهم وعملية السلاسة بالتعامل يعني الطرف مع الطرف الآخر. أول حاجة نعرف أنه ما في إنسان كامل في الأرض. أنت لو واحد قاعد يبحث عن إنسان كامل حيتعب جداً، تعب كثير، ما حيكون عندك أصدقاء، ما حيكون عندك حتى من أقاربك من أهلك في البيت. لازم تعرف تتقبل الناس كما هم بأخطائهم بعيوبهم باختلافهم عنك. صح. كل إنسان عنده اختلاف معين، يعني أنت لازم تتقبل الناس دي. وإنت السر الثاني لما تتقبل الناس كما هم، في حاجة في اللاشعور، في اللاوعي، في عقل الباطن للآخر، هو نفسه حيتقبلك كما أنت. بالضبط. كذا الدنيا كذا، بتعمل حاجة كارما بترجع لك من نفسها. أنت احترمت الناس، الناس حيحترموك بشكل لاواعي، لا إرادي. طيب أستاذ محمد، هلأ يمكن كتير حكينا عن الأطفال إلا أنهم يمكن أسهل الفئات العمرية لتغيير العادات السيئة أو حتى زرع عادة جيدة. صحيح. فيهم يمكن وجود الأهل كقدوة للطفل بيساعد، أو خلينا نقول بيقطع نصف الشوط في تعليمهم عادة جيدة أو محو عادة سيئة. قدي مهم أنه إحنا لما نيجي ننصح الطفل ما نعمل عكسه، ما فينا نقول له ابعد عن هذا الشيء وإحنا 24 ساعة عم نعمله، ما تمسك الآيباد رح تضعف عيونك، رح تصير تلبس نظارة وأنا 24 ساعة قاعدة على الموبايل. وجود الأهل كقدوة في حياة أطفالهم قدي بيساعدهم على اكتساب جزء كبير من عاداتهم. تمام. حلو. أول حاجة الأطفال زي ما أنت قلت يا أستاذة، هم ما بيسمعوا كلامنا، هم بيشوفوا أعمالنا وأفعالنا وبيطبقوها. أيوة، بيطبقوا. بعدين الطفل مثلا عقله الباطن بيقوم بيتعود أو بيتبرمج كيف؟ حلو؟ بيتبرمج كيف؟ بيتبرمج حسيا، مشاعريا، بصريا. صح. ما فقط بس بالكلام اللي أنا بقوله له، بيتبرمج بالحاجات اللي بيشوفها، بالحواس الخمسة اللي بيسمعها، اللي بيشمها، اللي بيشعر بها وبيحس بها من داخله. فعشان كده احنا نعمل حاجة إيجابية اللي بنتمنى ولدنا أو طفلنا يعملها. في مثل بيقول لك كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه. صح. سلام. صح.
وما حتقدر تغير في حاجة في العالم أو في أسرتك أو في حاجة إلا أنت تتغير من نفسك داخليا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بس أستاذ محمد خليني أروح لنقطة تانية أعرف برضو رأي حضرتك فيها ورأي أمجد ودعاء. أحيانا شباب ما أجي أواجه شخص مثلا بعيب وأزله فيه أقول له يلا يا اللي بتشخر وانت نايم، أو يلا يا اللي مثلا بتعرفيش تلفي الحجاب، أو يا اللي بتحطيش ميك اب حلو. دايما بيكون فيها عادة سيئة من الشخص أنا بزله بيها، ده قد ايه بي بي بيوقف وبيعرقل مساله التغيير عند الشخص الاخر، اللي هو انا دايما بواجه المشكله باهانه او باذلال، فاعتقد ان هو بيدي رد عكسي دايما من الطرف الاخر وهو العناد. ازاي اعالج المشكله دي؟ طيب ازاي؟ اول حاجه بقول لك في طريقه بتنصحبها الناس اسمها طريقه الساندوتش. كيف؟ اول شيء انا في انسان عاوز انتقده صح؟ بجيب انتقده كيف؟ بقوم بجيب عنه حاجه ايجابيه، حاجة إيجابية جواه بقوم بجيبها وبطرحها كويس. تاني حاجة ما بقول له أنت إنسان سيء عشان بتعمل كده، لا بقول له السلوك اللي أنت بتعمله ده سلوك ما حلو. حلو؟ مش أنت اللي مش أنت الإنسان. تفصل ما بين الإنسان وما بين سلوك الإنسان، لأنه الإنسان لا يمثل السلوك. السلوك أنا بكرة بعد بكرة بغيره مرة بيرجع لي مرة بيروح بغير. فأنت بتفصل عن الإنسان، تفصل عن السلوك. مزبوط. حلو، بتديه حاجة إيجابية عنه، بتقوم تديه الانتقاد اللي انت عاوزه فيه، النصيحة اللي انت عاوزها، وبتنهي الموضوع بحاجة إيجابية تانية فيه. مزبوط. ساندويتش. حلو. مزبوط. بس كمان ما فينا نحكي انه كل الأطفال سهل تغيري عندهم العادة، أو كل الأشخاص سهل نغير عندهم عادة. في حالات مستعصية دكتور، أو يعني صعب التعامل معها، في قناعات صارت متأصلة في شخصية البني آدم صعب أنه غيرها. كيف تتعاملوا مع هاي الحالات المستعصية، خصوصا إذا كانت العادة سيئة جدا، ومثلا ممكن هي بتأثر عليه وبتأثر على عائلته ومن حوله؟ حلو، زي ما قلنا في حاجة فعل اسمه البرمجة اللي هو العصبية، يعني الـ NLP. الـ NLP دي تجمع من وين؟ تمام؟ الـ NLP تجمع من ميلتون إريكسون وفيرجينيا ساتر. ديل كانوا من أشهر علماء النفس في ذلك الوقت، وكانوا بيصلوا لنتائج عظيمة جدا. حلو؟ النتائج العظيمة جدا في اثنين جو ريتشارد باندرن وجون جريندر، فبحثوا عن الناس دي بيعملوا شنو؟ أخصائيين نفسيين. فلقوا انهم بيتبعوا اساليب وطرق معينه لعلاج ناس كانوا مدمنين وكانوا مجرمين وكان عندهم حالات نفسيه خطيره جدا. فلقوا عندهم اول حاجه، انت لما تيجي تخاطب الناس تشوف الحاجه الايجابيه فيهم. صح. لانه في قانون وقاعده بتقول لك يوجد نيه ايجابيه وراء كل سلوك. دي من قواعد البرمجه اللي من فرقه البرمجه العصبيه. يوجد نيه ايجابيه، يعني المجرم اللي بيعمل الاجرام ده عنده نيه ايجابيه، حتى لو كانت مختفيه. ايوه مختفيه جوا في نيه ايجابيه، داري يطعم اهله، داري يساعد الناس، او داري يعيش، هو داري يعيش نفسه، ينقذ حياته من الخطر من الموت كذا. فدي نيه ايجابيه. الانسان اللي بيزعق او بيصارخ على الناس، مثلا واحد قال له كلمه غلط قام صارخ عليه، لنيته الايجابيه انه يدافع عن تقدير الذاتي، بيدافع عن قيمته الشخصيه. حلو الكلام. يا سلام، بيدافع عن نفسه. يعني نصرخ احنا؟ لا مش على طول. مش على طول. طيب انت لو ركزت مثلا، انت هسه انت مثلا قلت يعني احنا مثلا نصرخ، طيب انا نفسيا كيف اتخلص من انه انزعج لو واحد قال لي كلمه زعج؟ كيف اتخلص من الحاجه دي؟ اخلي ابرمج عقلي الباطن انا المتحكم الوحيد في افكاري ومشاعري، انا المتحكم الوحيد والمالك الوحيد لقيمتي الذاتيه. ما في انسان حيقدر ثاني ياثر في قيمتي الذاتيه، انا المتحكم والمالك الوحيد لقيمتي الذاتيه. تاني خلي الناس تتكلم زي ما هي، انا المالك الوحيد لقيمتي الذاتيه. في شنو؟ ما في حاجه، اتكلم زي ما انتم دايرين. مظبوط. يمكن فعلا هاي من اكثر الاشياء المفصليه الموجوده بتغيير العادات. يعني بصراحه انا لا يمل الكلام، ويا ريتنا كلنا قادرين نبلش من انفسنا في تغيير عاداتنا السلبيه قبل ما نلوم الغير على عاداتهم السلبيه وننتقدهم، ومفروض انه احنا نتقبلهم. نتشكرك كثير على هالكلام الاكثر اكثر من رائع، كثير انبسطنا معك ونورتنا وشرفنا. بصباح الخير يا وطن. رح نطلع بريك ومن بعدها راجعين. وسعيد معاكم، شكرا لكم.